بداية ستكون مع شأننا المحلي، وفيها سنعود مجددا إلى محافظة قنا، هذه المرة في مدينة غرب قنا الجديدة التي تعد واحدة من بين المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ويشهدها الصعيد بشكل عام مؤخرا. تصنف كواحدة من بين مدن الجيل الرابع الجديدة التي دأبت الدولة على إنشائها، تمثل مجتمعا عمرانيا متكاملا جاذبا للسكان والفرص الاستثمارية على السواء لما تحويه من مبان سكنية تخص الإسكان الاجتماعي وسكن مصر والفيلات السكنية ومراكز تجارية ومبان خدمية وترفيهية، بما يضمن توافر كل سبل الحياة الكريمة واللائقة لأبناء المحافظة في تلك المنطقة. من جديد أيضا سيعود إلينا أحمد الأفيوني ليصحبنا في جولة في هذه المنطقة، ما الذي لاحظه، ما الذي شاهده، وسينقل لنا هذه المشاهدات. تفضل أحمد. نعم أحمد، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل أحمد كما ذكرت أتواجد في محافظة قنا، وهذه المرة يعني من داخل مدينة غرب قنا الجديدة، أحد مدن الجيل الرابع كما ذكرت، بالإضافة إلى كونها هي أحد أكبر التجمعات العمرانية الجديدة بمحافظات جنوب صعيد مصر، وأيضا هي واحدة من أبرز المشروعات التنموية المقامة على أرض محافظة قنا. أحمد، هذه المدينة تم إنشاؤها بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في العام 2017 على مساحة 9000 فدان، ويبلغ الاستثمارات بداخلها قرابة 2 مليار جنيه. للمزيد من التفاصيل أحمد دعني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة. مهندس رضوان، يعني في البداية برحب بحضرتك، يعني ونحن نتحدث هنا عن مدينة غرب قنا، هذه المدينة أحد مدن الجيل الرابع، ماذا عن كيف يميز هذه المدينة في ظل وجود مدن جديدة أخرى هنا في محافظة قنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم وسهلا بكم في مدينه غرب قنا الجديده. مدينه قنا الجديده زي ما حضرتك قلت السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي اعطى اشاره البدء 1/3/2018 بافتتاح الحجر الاساس على مساحه 8971 فدان. موقع المدينه يقع على طريق محور طرق اقليميه مهمه جدا على طريق قنا القاهره الصحراوي وطريق قنا الاقصر الصحراوي، لها ارتفاع على مساحة يعني مرتفع عن مستوى نهر النيل، فبيديها برضو ميزة. حجم الاستثمارات زي ما حضرتك انت قلت اكثر من 2 مليار، 2 مليار و472 مليون جنيه مقسمه بين في 1 مليار و100 مليون جنيه بنيه اساسيه، عباره عن شبكات مياه وصرف وري وطرق على مساحة 1400 فدان المرحلة الأولى، ومحطة مياه وماخز وخط ناقل بطول 8 كيلو 270 متر. إضافة في شغل برضو عمل كهرباء، شبكات كهرباء ب 272 مليون جنيه على مساحة 430 فدان لخدمة الإسكان الاجتماعي وسكن مصر اللي احنا موجودين فيه، إسكان اجتماعي موجودين فيه دلوقتي والخدمات. وإضافة بننشئ محطة موبايل عشان قدرة 40 ميجا. إضافة أنا عندنا بنفذ إسكان اجتماعي 3264 وحدة إسكان اجتماعي عبارة عن 136 عمارة، بالإضافة إلى 30 عمارة سكن مصر، 720 وحدة إسكان سكن مصر. مهندس رضوان، يعني ونحن نتحدث عن حجم استثمارات كبير بأكثر من 2 مليار جنيه هنا في هذه المدينة، وأيضا هناك مدينة شرق قنا الجديدة، وهذه المدينة أيضا مدينة واعدة، يعني لو نتحدث عن يعني حجم الاستثمارات في هذه المدينة أيضا. مدينة قنا الجديدة ولا غرب قنا؟ مدينة شرق قنا الجديدة. مدينة قنا التكلفة تقريبا الاستثمارية لحد دلوقتي حوالي يمكن 3.5 مليار. عبارة عن عندنا إسكان اجتماعي برضو 6068 وحدة، عندنا في دلوقتي شغالين بنرفق مرافق لحوالي 2000 فدان، عبارة عن مية وصرف وري وفيرما طرق، وإضافة شبكات كهرباء وشبكات تليفونات، ده في قنا الجديدة. لكن في قنا احنا برضو بننفذ غرب قنا بالتوازي مع الاسكان الاجتماعي، انا كجاي اسكن في الاسكان الاجتماعي فمحتاج برضو خدمات، انا عندي هنا بنفس خدمات ما بين حاجات تعليميه وحاجات امنيه وحاجات رياضيه، يعني بننفذ سوق تجاري على عباره عن 8 محلات وحضانه وملعب ثلاثي ووحده صحيه ومدرسه تعليم اساسي 42 فصل ونقطه شرطه ونقطه مطافي، يعني تقريبا كل الخدمات اللي محتاجها المواطن اللي عايز يجي يسكن في غرب قنا
موجودة هنا، إضافة برضو هناك في غينا الجديدة كل الخدمات موجودة. ماشي. مصر دوار، يمكن حضرتك تحدثت عن في وقت سابق عن أن هذه المدن الجديدة هنا في محافظة قنا شهدت أكبر عملية للترفيق في هذه المدن، ماذا عن أهم خطط الترفيق المستقبلية خلال الفترة؟ بخصوص نشكر زميلنا أحمد الأفيوني، على أي حال نعاني مشكلة في وصول الصورة بشكل واضح، لكننا نشكره بطبيعة الحال هو وكل الزملاء العاملين في محافظات صعيد مصر الذين يرصدون تباعا كل التطورات التنموية الجارية في محافظات صعيد مصر. أحمد الأفيوني يتابع معنا وبشكل مستمر، محمود جاد الكريم ومحمد محروس كلهم يقدمون عطاءات ممتازة فيما يخص رصد الصورة كما ينبغي في محافظات الصعيد. شكرا جزيلا لهم على أي حال.